تقدم مستمر لفصائل المعارضة السورية ضمن عملية غصن الزيتون العسكرية في منطقة عفرين شمال حلب، آخرها السيطرة على مركز ناحية شران الاستراتيجية، فضلا عن قريتي خربة شران والسنكري على بعد 10 كيلومترات فقط عن مركز مدينة عفرين. عملية غصن الزيتون ومنذ انطلاقها تمكنت من السيطرة على ما يقارب 700 كيلومتر من أصل 2400 كيلومتر مربع كمساحة كلية لمناطق سيطرة وحدات حماية الشعب متضمنة مدينة تل رفعة ومحيطها. أبرز أهداف العملية العسكرية تحقق في مرحلتها الأولى عزل الوحدات عن الحدود السورية التركية وفتح طريق بري بين عزاز وإدلب لتتقلص بهذا المساحة التي تسيطر عليها الوحدات إلى أقل من 1690 كيلومتر مربع. دخول نواحي بلبل وراجو وشيخ الحديد وشران يجعل من ناحية جنديرس ومنطقة كفر جنة والتي كانت تضم معسكرات للقوات الروسية سابقا هدفا جديدا للمعارضة السورية، فيما لا يزال ملف مدينة تل رفعت مبهما بالكامل حتى الآن.